السلام عليكم. شو بيردي زاد بعد نهاية المقابلة والخزي الكل من يتجرأ ويتكلم يقول شرفت العرب. الخزي لكل من يتجرأ ويقول شرفت العرب في هذه الفرق كاع اللي شاركوا السنة تاع 2018 كأس العالم. والله العظيم لا مهزلة كبيرة، ما كاش واحد دولة عربية اللي تقول لك شرفت روحي، كون شرفتوا غير روحكم. احنا مش نقول لكم شرفونا، احنا شرفنا روحنا الحمد لله يا ربي. احنا نقول لكم شرفوا غير وقتكم. اليوم مهزله كبيره من نوع خاص بعد المهازل تاع السعوديه ومصر والمغرب، جات مهزله كبيره. اليوم شنا فريق تائه فوق الميدان، خاصه في الشوط الثاني. كما تكلمت وقلت الشوط الاول غادي يكون صعب، الشوط قلت في الشوط الاول كاين دوزيام ايتو غادي هازار. شنا لاعبين العالبين تاع اوروبا راهم يتنافسوا على المرتبه الاولى ويبروفيتوا لوكازيون كي راهم يطيحوا مع هذ النساء العريضات، عريضات اللي راحوا يمثلوا البلدان تاعهم، هذو لي كوافيرات وهذ عريضات ازياء اللي راحوا يمثلوا بلدانهم. يعني ما كاش واحد يقول لك انا شرفت بلادي، مش ما تشرفوش العرب، كل واحد كوي واحد شرف روحه صحيح، كل واحد يشرف روحه. خاصناش حنا نقول لكم شرفونا ولا شرف فلان ولا شرف، كل واحد يشرف روحه. اليوم مقابلة تونس لا بلجيك، مقابلة مهزلة لتونس ماشي لا بلجيك، لا بلجيك ربعت ماركات بريمير ميتور، ماركات دوزيام ميتور، ماركات في كل الأوقات. لا بلجيك اللي قدمت مقابلة بالعرض والطول، سيطرت على تونس بالعرض والطول، سيطرت عليهم حتى في غرف التغيير سيطرت عليهم. حتى علاه مكاش ما شناش هذا المعلول هذا اللي كان يتكلم سوف نعتمد على السلاح تاعنا، السلاح تاعنا وهو الكرات المرتده وخزري، وسوف ندير وغادي ندير وغادي نقلع وغادي نبني وغادي نبني مره وغادي منا وغادي الدفاع تاعنا قوي وعندنا ماشي كرات مرتده سريعه، يعني ماشي دفاع قوي، دفاع قوي تلقى اربع اهداف. قاعد تكلم منا وقلت دفاع قوي وعندي سلاح تاع مع الخزري منا ونلعب بمهاجم وهمي ونلعب مهاجم نزيد مهاجم وهمي ونزيد، ما شتهاش والله. وحليت اللعب بريمير ميتر كيما نهار الانجليز حليت اللعب، كان تونس تربح وكل يوم حليت اللعب فين كنت غادي. بصح مادام شو ما كي بروفيتيو ودير لك خطه على بالك، لعب لك بخطه تاع ثلاثه تاع شحال ثلاثه خمسه اثنين 3-5-2 لعبها لك كلاك بيها، خاطش علاه عارفك باللي غادي تلعب له في لا ديفونس، عارفك باللي غادي تدخل تلعب في لا ديفونس. هو اش تدير عمر لك الميليو وطاح عليك مع اللي زيش البيناتي كيفاش جات، شت لوكاكو كيفاش سجل الهدف الثاني، شت لوكاكو كيفاش سجل الهدف الثالث بسببك انت. راه شت بريمير ميتو كيفاش كانت كاينه، بريمير ميتو اللي ما شتش تونس، انا ما شتش تونس، شت زوج هجمات مرتده شت. ومن بعد شناهم حلوا اللعب 10 دقائق الاولى كنتم بالعين 6 دقائق الاولى كنتم بالعين مركاولكم، حليتوا اللعب في 16 دقيقه كانوا مركيكم زوج دو بيت، واحده بيناتي واحده بنت تاع لوكاكو اللي سجلها. يعني كي حليتوا اللعب كنتوا خاسرين، انا قلت لك كو حليت اللعب كو لعبت في الهجوم نظمت روحك في الهجوم في البدايه، ماشي حتى تلقى هدف هما هذيك وين يبروفيتو كي تحلها اللعب يلعب لك لي كونتر. وشنا كيفاش لوكاكو كيفاش الهدف كيفاش جا اسم انتي ناس، لازم هنا راس راس راس، لازم مستوى يعتمد لك على المستوى العالي، زعما الضغط عالي قال لك 3-5-2 وين لعب وين اعتمد على الضغط العالي من البدايه، اعتمد على الضغط العالي من البدايه كماساك ماساكر ماساكراك مدربين سي محمد دروك تحصلوا مدرب اجنبي مدرب، يا ودي انتم كون جبتوا كانوا عندكم مدربين طردوا مدربين تروحوا تجيبوا محلي، انتم كاع عقليه واحده كاع شمال افريقيا كاع عقليه واحده كيما هذو هنايا. قالك لازم يطردوا كوبر كوبر كو يعطوه الالمان يدي كوب دي موند، كوبر كو يعطوه الالمان يدي كوب دي موند. على هذيك حنا نتكلموا الشوط الاول كيفاش، الشوط الاول ولا شيء لتونس، خيب ظن تونسيين، انا نقول خيب ظن تونسيين، خاطر هذه حقيقه لازم نحضروها ماشي غير واحد. انا نشكر تونس، انا نشكر تونس في طوطوا سيبوني، لا لا نهضر لك صح
انا بغيني على الصح تاعي، ما تبغينيش مين تنوفق، انا تنفيق ما نبغيش، انا بغيني على الصح تاعي. الى تونس يبغونا نتنوفقوا نتنوفقوا، بس نهضروا على الصح. مكاش خطه محكمه، مكاش استراتيجيه تاع لعب، مكاش خارطه لعب، مكاش لو شيما، مكاش الشيما، مكاش اونترينور مخسر الشيما تاع اللعب تاع الخطه تاعو، داير خطه مخسر خطه. شلنا الشوط الاول 3-1، الشوط الثاني في البدايه بسم الله هازار عرف كيفاش يسجل الهدف الرابع بكل روعه، وقعدوا يلعبوا لك، قعدوا يمشوا فيك. شلنا كيفاش وين الحارس خرج زوج اهداف باعجوبه، خاصه في الدقيقه 73 وين خرج هدف باعجوبه، خرج هدف باعجوبه في العطاس خرجها. يعني لا بلجيك ما خلاتش، خلات لا بلجيك فرضت السيطره تاعها، فرضت الخطه تاعها، فرضت اللعب تاعها. شنو لا بلجيك يرقدوا اللعب، يرقدوا بعد يطلعوا كيف يحبوا، كي يبغوا يماركوا ولاو يطلعوا يبغوا يماركوا. شنو بيضيعوا، ولات مقابله استرخائيه، خاصه بعد الهدف الرابع ولات مقابله استرخائيه للا بلجيك، وين عرفوا كيفاش يحافظوا على الاعصاب تاعهم، يحافظوا على اللياقه تاعهم، يحافظوا خوف من الاصابات، خاصه وين ما شناش لي غادي كومباني اللي غادي يدخل في المرحله الثانيه دو دوزيام تور، غادي يحل كومباني اللي ما لعبش، ما تغلطوش، مدافع قوي، مدافع يلعب في مستوى عالي، مدافع زعما من العيار الثقيل ما لعبش. يعني تونس اليوم اشتاقت الى كرة القدم، اشتاقت الى الكرة، وين شنا لا بلجيك كما نقولوا حنايا لا بلجيك ما خلاش تونس تلعب، لا بلجيك خلات تونس تتفرج في اللعب، خلات تتفرج في اللعب، وين شنا التوانسة قعدوا يتفرجوا على لا بلجيك، كانوا يتفرجوا على اللاعبين تاع لا بلجيك، يعني ما عطاوش لروحهم قيمه، تونس الفريق تاع تونس ما عطاش لروحو قيمه، ما عطاش لروحو قيمه، ما متش قيمه. نشت واحد كنا نهضر انا وياه نتفرجوا ونهضروا صديق تاعي، قال لي تونس داروا ماتش نيل مع لا بلجيك في 2002، يا ودي لا بلجيك في مكان كي والو، كانت مكان والو لا بلجيك، وديجا شو خرجت برومي تور ما راحش دوزيام تور. لا بلجيك في ذاك الوقت دارت ماتش نيل، بصح ما كان كاين والو. لا بلجيك هضر معايا من اليوم، هضر معايا السنه والعام لي 2014 والسنه، المقابله كيفاش مقابله عيار كبير، عيار ثقيل سي محمد. على ذيك حنايا اليوم نقولوا لا بلجيك 10 على 10، تونس لا شيء، تونس مكاش، تونس وين نطلبوها ان شاء الله بربي تجي، ما تلعبش البارتيه الجايه، خاطر البارتيه اللي جايه نتمنى ان شاء الله ما يلعبوش، نتمنى ان شاء الله بربي يجوا يسمحوا في البارتيات كاع الدول، كاع الدول العربيه اللي راحوا يشاركوا، السعوديه مصر وتونس والمغرب، نتمناهم يجوا ان شاء الله بربي ما يلعبوش، خاطر عليه مهزله بسمعه الانسان العربي، اللاعب العربي ماشي اللاعب العربي، مكاش كاع مكاش. هذه هي، وهذه هي المقابله نتمنى ان شاء الله خاطش عليه يجوا هذو، يخلوها الموالية، يخلوها لي زوروبيان، هما اللي يعرفوا القيمة تاع كرة القدم. هذه هي، صحيتو ربي يحفظك.